هي فيما على راديو. مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم الجزء الاخير من حلقتنا لليوم بهذايا ضيفه وممثله جميله الروح وجميله في حضورها زاده. نحكيوا معها نحكيوا معها على مشاركتها في اكثر من عمل رمضان السنه اولاد الغول والحرقه. شفناها في الحلقه الاولى من اولاد الغول. انا سعيد جدا باستقبال ضيفتي لليوم ياسمين بوعبيد. ياسمين صحه شريبتك. صحه شريبتك محمد. عسلامه الناس الكل. سافا لومبيونس رمضان. اي فرحانه برشا اليوم نجم نعدي جمعه في تونس في رمضان ومن بعد لازمني نرجع خاطر سيء وقيت. جمعه برك في تونس؟ اي جمعه برك ومن بعد نرجع لندن ان شاء الله. تعيش في لندن؟ اي نعيش في لندن. توا مشيت قبل شويه بالكورونا ومعناتها بون عديت وقت شويه زاده في تونس بوندون الكونفينمون وتوا لازمني نرجع معناها نركز على خدمتي كيما لازم. انا حبيت نتعرف عليك اكثر. الخلطه ياسمين بوعبيد الاصول تونسيه ايطاليه تعيش في لندن كيفاش نعرفوا للناس اللي يسمعوا فينا شكون ياسمين؟ باهي انا ام ايطاليانيه بابا تونسي من القروان. من القروان؟ اي تشرف. وبيك عايشك. وعشت في تونس كي انا صغيره ومن بعد مشيت معناها لايطاليا بعد الباك. وبديت نقرا غادي بديت نقرا دغوا والحقيقه معناها بون كنت فرحانه وكل اللي انا نقرا في حاجه معناها انتريسونت وكل. اما ملي انا صغيره وانا معناها نحلم باش نولي ممثله ومعناتها فوالا نحب نمثل. كنت من الصغرى فما فكره التمثيل؟ اي اكزاكتومون. انا في الليسي ديجا نعمل في ديكور دو تياتر معناها. اكسلون. اي ومن بعد فوالا معناها ملي جي ديسيدي باش نمثل هكاك جاتني اوكازيون معناها مشيت عديت كاستينغ مع سي الفاضل الجزيري خاطر انا كنت نعمل اون فيت دي كاستينغ نتاع لي بوب. باهي. اي ولي بوب معناها بون فوالا جي جامي يو لوكازيون باش نعمل بوب وكل دونك قلت سا سيغ غيان باش نكمل نعمل دي كاستينغ يا اخي. كملت في قرايتي وفوالا ومن بعد كملت في قرايتك يعني شنو كملت دروا تخرجت؟ اي بون ما كملتوش للاخر معناها عملت تعميم ونص ومن بعد كي دخلت معناها كي اخترت معناها باش نكمل نمثل وكل فينالمون جي ديسيدي باش نمشي نعمل ايكول دو تياتر وعملت ثلاث سنين غادي في ايطاليا عملت ايكول دو تياتر. رجعت لتونس في ما رجعتش لتونس اون فيت نجي انا ساعات كي عندي دي بروجي وكل نجي لتونس مي ما رجعتش معناها كلي ما استقريتش في تونس. لا 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 خاطر بون معناتها فو كو عندي لوكازيون باش نجي معناتها كي عندي دي بروجي وكل قلت او ميم طون نخدم في تونس و او ميم طون زيد نحب نعمل اون كارير على انترناسيونال دونك هذاك علاش معناها قبل بديت في ايطاليا ومن بعد او مومون وين قلت نحب نخرج من الزون دو كونفور نتاعي ونحب معناها نجرب حاجه جديده. حاجه جديده ولا يعطيك صحه خاطر ابخي تو تونس معناها عشت في تونس عشت في ايطاليا. عندك تجارب في ايطاليا مثلت؟ في مثلت اي عملت مسلسل نتاع ريونو وعملت خدمت معناها عملت تياتر زيد غادي وعملت دايوغ اون بيس دو تياتر انا كتبتها وي ومعناتها انا في هكا كيلكو ايسي نقولوا احنا تجارب ثم جيت لتونس. التونسه يمكن اليوم رمضان 21 وينفاقوا بياسمين بوعبيد الوجهه الجديده ذي الطله نتاعها في العمل اولاد الغول خاصه الحرقه نشوفوا مع تقدم الايام كيفاش باش يولي الشخصيه والدور في اولاد الغول. كان عندك ظهور مع فارس لندولسي. فارس لندولسي طبعا اول ظهور يمكن هو اللي خلى الناس شكون ياسمين وهوني تو بدينا نتعرفوا عليك. قبلها كانت عندك حاجه في 2019 في تونس. وي اكزاكتومون. اللي هي القضيه 460. 460 ما يتفكروهاش الناس علاش؟ والله خاطر غول سكوندير و بون معناتها سيتي هكا ظهرت شويه اون فادير سي دوماج اللي سي فري هما معناتها برشا عباد يقولوا لي يا اخي انت مثلت في القضيه 460 ما يذكروهوش معناها ما يتفكروش. لا مالوغوزمون ما نجحش الدور ولا كان دور يمكن ثانوي برشا يمكن جو بونس خاطر سي نورمال معناها يركزوا اكثر مع لي رول برينسيبو عرفت دونك هذيك علاش معناها سي سور الرول نتاعي الى في اون سينيفيكاسيون معناها ليستواغ كامله اما او ميم طون زيد ماهوش رول برينسيبال دونك لو سبيكتاتور ما ينجمش يشوفني كل ليله ودونك مش باش يتفكر مش باش يقعد في بال المتفرج. اليوم التوانسه بداو يفيقوا بياسمين
فما ميساجات يجيو قاعدين يبعثوا الناس. اي بون برشا عبيد عندي برشا ما حكيتش معاهم وكل قالوا لي هاي ياسمين بدات تظهر. والله صافي بليزير. صافي بليزير. نتصور مع تقدم الاحداث زاده باش يكثروا عدد المعجبين، باش يكثروا لي فولورز، باش تكثر برشا حاجات ونحكيوا عليهم شويه اخرى. هات نبدا معاك، فاش تفرجت انت الساعه؟ تفرجت في بيان سور ولاد الغول والحرقه، تفرجت في الفوندو زيدا وشويه في الجاسوس. وي حاولت تاخو من كل حاجه. بيان سور سي نورمال، على خاطر يلزمك ديما معناها تشوف كل شيء، معناها يلزمك تشوف مش الكونكورونس مي زيدا معناها شنو يعملوا لي زوتر برودكسيون في نفس الوقت شنو قاعد يتعدى. فوالا اكزاكتومون. الفوندو عجبك؟ برشا. اي برشا. اي لو بروميير ايبيزود عجبني برشا برشا زيدا. طريقة التصوير، الإخراج، أي كل شيء كل شيء. ليه الحقيقة سامباتيك على الأخر، ومعناتها فريمون الخدمة نتاع الناس الكل، ساوسن جمني ونضال السعدي الكلهم معناتها. خليل زاد الوجه الشاب هذا، محليه الطفل الصغير. محليه على الأخر فريمون عنده بوتنسيال مش نورمال. مقنع مقنع بالبساطة نتاعو، وصل الميساج، وصل ليزيموسيون. الحرق وولاد الغول، أنا وتتفرج فيه بأكثر عاطفة. ما نجمش نختار الحقيقه، على خاطر معناتها سي دو شوز تري ديفيرونت. والحرقه بيان سور سيتي اون افونتور الحقيقه، معناها خاطر صورنا في البحر ومعناتها بالكورونا، معناها بون نحن كملنا معناتها وقفنا تصوير قبل معناتها فكي بدات الكورونا وقف. هو كان من المقرر رمضان 2020 متعدد. وي اكزاكتومون. ونتذكر عم ناول معناها بكيت شويه خاطر ما خرجش المسلسل. بكيت على خاطر ما تعداش؟ اي خاطر بون معناتها خدمنا برشا وتعبنا برشا. من بعد معناها فرحت كيفاش سنة عندي زوز مسلسلات كمام، مش زوز مسلسلات وفي أوقات مهمة وفي قنوات مهمة. القناة الوطنية وقناة التاسعة. قلت لي صورنا في البحر. أي أنت من الشخصيات اللي باش يحرقوا؟ لا لا لا، أنا أوفيت حرقت معناها في المسلسل. أما قبل من هذيك، وفيكو حرقت ديجا قبل ونعرف شنو معناتها، هذيك علاش معناتها في المسلسل باش نعاون العبيد اللي يحرقوا، خاطر نعمل معناتها فيكو نحكي بليزيور لونغ في المسلسل باش نعاونهم نترجموا كل. دونك مش باش نحرق في المسلسل، أما نعاون العبيد. أي حاطة أكثر منه للناس اللي يوصلوا. صحيح. باهي. سؤال يجيني هكا على الطيب، في ايطاليا عندك اصدقاء اللي وصلوا من غير اوراق؟ ليه؟ قابلت تعاملت معاهم؟ مش لا الحقيقه لا، معناتها اصحابي الكل توينسا ما يقراوا غادي وكل هذيك علاش. باهي، اولاد الغول الكاستينج انت كلمت ولا كلموك ولا؟ شوف اولاد الغول نعرف واحد من ليزاسيستون اللي كان في البرودكسيون خدمت معاه في الحرقه. وهو ما وقتها معناها ما بروبوزي يا اخي كلموني قالوا لي ما تحبش تعدي كاستينغ نتاع مسلسل جديد. قلت لهم علاش لا. وقتها انا في لندن واول مره تصير لي معناها مع مسلسل ولا بروجي ان توكا تونسي اللي نعمل سيلف تيب. سيلف تيب هو معناها فيديو تبعثها ديجا. انا معناتها في لندن ديما نبعث سيلف تيب سورتو توا بالكورونا ما عنديش معناها لي كونتاكت لايف ولا. وهذيك علاش فرحت برشا، على خاطر سي معناتها حاجه جديده وان شاء الله معناتها حتى نحن الممثلين اللي نعيشوا لبرا وكل سي بلو سامبل، خاطر كل مره باش نجي باش نعدي كاستينغ تولي معناها سي با فاسيل. فوالا فوالا، دونك هكا معناها نجم نخدم في تونس ومام طون نجم نخدم في لندن. برا تبعث الفيديو نتاعك، كي بعثت شنو كانت الاجابه؟ بوزيتيف. فرحت. اي فرحت على الاخر. وقتها قررت باش تهبط هوني لايام التصوير. تحكي اكثر من لغه ياسمين، لكن لغه جديده اللي باش تلعبها في المسلسل، لغه جديده عليك، خذت لك وقت قالوا لي باش تتعلم اللغه. شوف اللهجه الريفيه كون. اي لهجه بون، بدينا نخدموا جمعتين قبل المسلسل ونعرف اللي مش برشا وقت معناها كارنا دينا قبل، اما افيك لا سيتواسيون تاع توا في معناتها في العالم الكل سيتي با سامبل انه باش نجي تري فيت في تونس. معناها انا جيت فريمون يظهر لي
اقل من شهر قبل التسويق. وي 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 دونك معناتها لو طون اللي نتعرف على ليكيب معناتها نحكي مع المخرج وكل معناتها بدينا فوالا 3 سمان قبل 2 3 سمان قبل ما نبداو التصوير وقبل ما يبدا كل شيء. بيان سور معناتها بوندون التورناج قعدنا معناها مع الكوتش وكل مي كان ميم سيتي با فاسيل. مش ساهل واحد باش يتعلم لهجه جديده ولغه جديده. اللهجه الريفيه. انت بنت الممثله شكرا الرماح في المسلسل. اليوم كان عندكم سين مع بعضكم برشا ناس على السوشيال ميديا قاعدين يشكروا ويتفاعلوا كيفاش تمكنتوا من اللغه. اللقطه لقات استحسان عند المتفرج التونسي. شكون عاونك اكثر على النص على القليله باش تحفظوا باش تنجم تتكلم هك؟ الكوتش سي سور. هي فريمون ريتم الاول انا خاطر نحب معناها خدمتي تبدا ليميت بارفيت عرفت. دونك هذيك علاش من الاول كنت خايفه على الاخر اما هي راهو عاونتني على الاخر فريمون برشا 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 وسورتو معناتها حتى الخدمه مع شاكره حتى الخدمه مع شاكره وكل معناها سما بيرمي انه فيو كو انا مش وحدي حتى هي لازمها تتعلم حاجه جديده دونك عاوننا بعضنا ومعناتها كي فما ايشانج يعطيك الصحه يعطيك الصحه. وي فما سين الاولى في الحلقه الاولى مع يوسف الغول اللي هو الممثل فارس الاندلسي. فارس عنده تجربه كبيره برشا جايب اكسبيريونس شفنا كاتبين صديق كاينه العائلتين ما في بالهمش ولا حاجه هكا عائلتي في بالهم في اما بالهم. العائله الغول دار الغول لا شو باش يصير؟ لازمكم تتفرجوا لازم نتفرجوا بعد شويه نحاول ناخذ منك اجابه على شنو باش يصير نحاول نعرف الحلقات الجايين نسبق شويه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا شنو باش يصير نحكيوا معاك على فتحي الهداوي تلقى روحك في عمل مع عملاق كيما فتحي الهداوي شنو الاحساس وحيده الدريدي كيف الاسامي اللي موجوده في العمل هذا وايضا الحرقه مهذب برميلي وجهه الجندوبي اسامي كبيره معاك يعني عايشه بن احمد طبعا الحاجات ماهيش سهله تلقى روحك اليوم ياسمين بوعبيد مع نجوم صف اول في تونس ناخذ فاصل صغير ثم نرجع كملوا حوارنا خليكم معنا رجعي ليالي مع محمد الخماسي يا فهم على الراديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم مكملين حوارنا مع ضيفتي لليوم الممثله الشابه اللي تكتشفوها في رمضان 2021 في اكثر من عمل الحرقه والاولاد الغول ياسمين بوعبيد موجوده بحضنا ياسمين مرحبا من جديد عايشك ياسمين حكينا معاك تقرا دروا قسيت على قرايتك تتفرغ اليوم للتمثيل للسينما المسرح التلفزه باش تتفرغ اي هو شوف انا كي معناتها بطلت دوا مش سور اللي باش نكمل في التمثيل معناها من الاول كي بديت ما نعرف حتى حد في الدومين فريمون معناتها الحاجه الوحيده اللي كنت نعملها كيما قلت لك لي كاستينغ نتاع لي بوب نعرف معناها لي اسيستون اللي يعملوا لي كاستينغ لي بوب فوالا ودايوغ من بعد اول اسيستون عملت معاه كاستينغ هو جميل نجار اللي كلمني من بعد على الكاستينغ 460 قضيه 460 دونك فوالا بديت من غاديك الحكايه به في نفس الباركور كان نعمل هكا مقاربه صغيره اللي قرات دروا ومن بعد كملت في التمثيل دور الممثله الكبيره هند صبري وي اكزاكتومون في بالك بالنقطه هذه خدمت معاها في بالك خدمت معاها خدمت معاها في سهره العلب مع رضا الباهي الباركور تاع هند صبري يعطيك هكا موتيفاسيون تقول والله وي برشا برشا وش خاص كان نهار نولي كيفها معناها فريمون سي اون ليجوند في تونس وفي معناتها في العالم العربي الكل دونك اش خاص مصر مرحله تحلم بها وي علاش لا انا الحقيقه معناها طونك نجم نخدم طونك فرحانه دونك في تونس في مصر في لندن في ايطاليا في هوليوود معناها ماذا بيا نخدم وكهو معناها خاطر نعمل جو كي نمثل مادام فما الخدمه انا ما نقولش ليه الحمد لله وي العروض اللي جاوك السنه زوز هما الحرقه واولاد الغول ما فماش عرض اخر عمل الاخر لا 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 باهي ندخلوا تو بالعمل هات نحكيوا على الشخصيات شخصيتك في الحرقة نبدأ بالحرقة اللي بدأ يتصور من 2020 الشخصية كان تحكي لي عليها شنو باش تعمل قديش تتطور وين توصل برينسيبالمون هي وعد بون ما نجمش نحكي برشا مش كل شيء وعد نحرق المسلسل أما هي وعد حتى هي حرقة قبل بون معناها مش باش قف وكل معناتها مشيت غادي باش تعمل ستاج يا اخي من بعد قعدت معناها مغير لي بابي وكل لين بديت تخدم في ريستو ووقتها بشويه معناها الا كونستروي سا في عملت اوراق
Oui, عملت اوراق. Très bien. Oui, oui, oui. وكهو دونك vu que هي معناها تعرف شنو العيشة كي معناتها تمشي في بلاد وحدك تلقى روحك وما تعرفش ما تعرف حد ويزمك تبني كل شيء من جديد وكل دونك حبت معناها تعاون العباد هذيك علاش دخلت في او ان جي تخدم معاهم باش تنجم معناها تعمل تراديكسيون وتعاون في التوانسة وحتى في لي افريكان اللي يجيو خاطر في المسلسل انا نحكي بالفرنسي بالعرب والايطاليان ايطاليان وانجلي تري بيان ممتاز وي. اكثر من لغه به دورها باش يكون مؤثر في الخط الدرامي للعمل بيان سور اي مؤثر ما عندك سين هكا اكسبسيونيل في مخك قعدت ما نحبش نقول لك على الاقل مع شكون فما واحدة انا وحدي وفما واحدة اخرى انا مع كايلا اللي مازلت ما ظهرتش اما تتفرجوا فيها كايلا ايطاليه هذه ولا لا افريكان افريكان او باش يكون فما سين مع بعضكم باش يكون قوي آه. عندك سين مثلا مع مهذب رميلي تتقابل مع مهذب لا فاجيتو فاجيتو لا فاجيتو حرق هو يوصل وانت تكمل غادي كترجم عليك انت يظهر لي ما عنديش مش ما نذكرش توا اللي ما يظهر لي ما عنديش ما عندكش نمشيو نحكيو على اولاد الغول شخصيتك في اولاد الغول به مريم مريم با معناتها وعد ومريم ما همش مش كيف كيف جملة مريم طفلة إنوسانت على الأخر وتحب القراية تحب يوسف تحب أمها تحب معناتها تحلم برشا تحب حياتها تتبدل تحب تعمل معناتها تحب نهار تجيب صغار تحب تعرس دونك فريمون طفله عاقله انوسانت ومحليها وكل و بيان سور معناها تشوفوا معناها تزيدوا تفرج في المسلسل ان شاء الله وباش تشوفوا كيفاش معناها اللي تحلم به مريم الكل مش باش يصير فينالمون مش باش يصير خيبه امل باش وي وي من بعد نعرفوا اكثر ما نجمش نحكي اي ما نحكيوش نعرفوا اكثر قلت لي مريم تحب يوسف لدرجه كبيره لدرجه انها توافق تعرس به ما غير عالم دار اي بسرقه وي ياسمين بوعبيد في الواقع تنجم تعملها باسم الحب لا ما نجمش لا باسم الحب وال ليه على خاطر معناها سي اون كيستيون دو ريسبي زيد لعائلتي وكل معناها ما نجمش نعمل حاجه كيما هكا لازم معناها امي وبابا يكونوا موجودين ولازم ام وبوه زيد بيان سور معناتها ريسبي لعائلتي وعائلته زيد من لي امبوسيبل نعملها هذيك علاش معناها ديما البيرسوناج يبدا معناها ساعات فما حاجات انت معناتها ما تحسش انت والبيرسوناج كيف مثلا في فوالا في حاجه معناها في ان ارغومون سبيسيفيك وكل اما كمان معناها يزمك تفهم البيرسوناج يزمك تو امباتيز معاه وتفهم اللي معناها مش خاطر انت ما تحبش تعمل حاجه سافو دير البيرسوناج ما عندوش الحق باش يعملها اي طبعا فصل الشخصي عن المهني معناها انت تمثل حاجه لكن الواقع حاجه به نقعد معك في المقاربه نقارن بين التمثيل وبين ياسمين في الحقيقه حماتك تحبها تكون كيما الكاميرا مثلا وحيده الدريدي في الدور هذاك هي وحيدة محليها في الدنيا أما في الدور متاع الكاملة الحقيقة لا لا حموك لا زادة لا هو شوف معناها بون الكاملة زادة خاطر سيسيغ معناها عندها علاش هي معناها هكا معناها سيسيغ عاشت حاجات قبل اللي ردوها كمام معناتها عبد صعيب وكل كما قال فتح الهداوي اللي عندك لا قلب لا كبد اي اكزاكت فما حاجات باش نتعرفوهم في الحلقات الجايين نعرفوا علاش وصلنا لهكا ما نعرفش الحقيقه ما نعرفش اسكو وحيده خدمت معناها دو سيت مانيير وكل اما بون معناها انا ديما نقول اللي باش تنجم تخدم كيما لازم ان بيرسوناج لازمك معناها عندك ديجا في مخك شنو هو ليستواغ نتاعو حتى كان مش باش تظهر في المسلسل ولا في الفيلم ولا اللي هو لازمك انت معناها في بالك ديجا شنو هو ليستواغ دو ا زد معناتها من اللي هو صغير به قبل سالتك على سين في الحرقه تقعد تتفكر لكن معلوماتي على اولاد الغول تقول فما سين قويه تجمعك فتحي الهداوي وحيدة الدريدي لا ما فماش لا شكرا رماح مع شكرا
وي مع شكرا سين قوية، حتى مع فارس فما سين تعجبني برشا، وي فارس وشكرا. انا الاكثريه معناها خدمت اكثر مع، ما عنديش دي سيكونس مع فتحي الهداوي جمله مع وحيده دريدي وي اون سيكونس، ومن بعد الاكثريه خدمت مع شيكره مع فيرس مع حلمي دريدي ومع مرام بن عزيزه. الاصعب في الاسامي هذوما كي قابلته شكون احساسك وعندك هكا خوف اكثر؟ شيكره. شكرا. من الأول شكرا. بعد الحقيقة معناتها ولينا برسمي حسيت اللي معناتها وليت كيما أمي بخير. أمك بالحق. فريمون والله والله معناها ولينا تلمو هكا فيوزيونيل وكل، إن شاء الله باش تظهر الحكاية في المسلسل وكل، مي فريمون اكسبيريونس يسمح لها معاها. مع شكرا كان فما إحساس قوي، مش بالساهل تقف قدام شكرا. شكون باركونت الممثل اللي تعدى فيه ساعة الفيلينغ ما بيناتكم؟ فارس. مع فارس؟ خاطر كنت نعرفه من قبل. اما حتى مع مرام وحلمي سيتي جينيال، معناها فريمون شوف ليكيب كلها محليهم على الاخر الممثلين فريمون، حتى كان برشا اسامي كبار وكل، معناتها وليت عائله ليميت فهمت. دونك الحقيقه سيتي اون اكسبيريونس يسر يسر محليها. فتح الهداوي قابلته؟ اي بيان سور بيان سور قابلته بيان سور، خاطر في البلاتو معناها حتى كي ما خدمتش معاه بيرسونيلمون معناها وكل، نقابلوا بعضنا معناها ديما فهمت. دونك قابلته وحكينا وفوالا معناها، وديما معناها حتى توا قاعده نتفرج في خدمته وكل، فريمون معناها ليجوند 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 معناها. دونك هذيك علاش ديما معناتها نحب جاناليز لي زاكتور وكل الاخرين باش نتعلم منهم، منهم. وفريمون من فتحي معناها نجم نتعلم برشا حاجات. تتفكر شي جمله قالها لك فتحي مثلا؟ نعرف فتحي ديما كيقابل ممثلين يحاول يقول كلام باهي يهز من المعنويات. شنو قال لك؟ والله ريسامون قال لي انت تو ريبريزونت لا فام تونيزيان جون، معناها لا جينيراسيون جديده وكل، الوجه الجديد للجينيراسيون هذه تاع تونس. حاجه تفرح على الاخر، حاجه تفرح. باهي سألتك على حماتك، سألتك على حموك. يوسف قديش فيه من مواصفات الرجل اللي تحبه ياسمين؟ شنو سؤالي؟ هاي نحب نعرف. يوسف بون خاطرو أختيست ومحليه و هاي التصويرة محليكم زادة هنا. وي مي بون تتفرجوا فيه المسلسل تتفهموا اكثر معناها شنو الريلاسيون ما بين يوسف ومريم. الحقيقه بون مش اكزاكتومون لو تيب معناها بروتوتيب نتاعي الحقيقه، تتفهموا قديش قديش نسبه؟ 50% 50%. اي نجم اي نجم. ليه به النقطه الاخيره تقريبا نكمل بها معاك، نحكيو على زوز اعمال شاركت فيهم. سؤال باش يتسالك وحضر روحك برشا مرات، اما اهم الجانب المادي اولاد الغول ولا الحرق؟ ليه ما ما نجمش نتعدى. اخزى انا عندك تصريح هوني نجم ناخذه، الكاشي في تونس باهي اما في ايطاليا اكثر. هذا ديجا اي هذيك سي نورمال على خاطر ديجا باللورو صحيت، كان ناخذوا نفس الفالور انا واحد باللورو واحد بالدينار يولي باللورو اكثر. خلينا نحكيو في تونس الزوز بين الحرقه وبين اولاد الغول، اما اهم؟ ما نجمش نختار، ما نجمش نختار على خاطر نفس الكاشي؟ ليه معناها بريسك هو نفس الكاشي، ما نجمش معناها نقول لك انا هو ديجا خاطر ما نجمش معناتها ما نحبش نحكي الكاشي ديجا. نحترم مير وفلا. نحترم فيك هذايا ياسمين بوعبيد من الوجوه اللي تكتشفوها وتشوفوها في رمضان 2021 تعرفوها اكثر. نتمنى لك كل النجاح والتوفيق ياسمين. كلمه الختام لي كل الجمهور اللي قاعد يسمع فينا. ميرسي بوكو وان شاء الله المسلسل يعجبكم برشا. كهو كمان هذيك هي كلمة الختام. شكرا لك ياسمين بوعبيد، تحية لكم مستمعينا الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا. هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من الليالي، نسلم عليكم، نتقابلوا إن شاء الله غدوة في نفس الموعد، حلقة يومية من الاثنين للجمعة في ليالي. تحية لكل الفريق العامل عبير زغدودي طارق عنيشي أسامة الصافي حليمة درويش عزة في الإخراج إيمان ووئام في إي إف إم تي في أحمد شورة في الويب. تحياتي لكم مستمعينا، غدوة إن شاء الله في نفس الموعد، يا مرحبا. رمضان السنة إي إف إم تحط على ذمتكم برمجة خاصة جدا
كوفي وحب ريحة سيتي رمضان. برامج وفقرات مع المنشطين والمحلين اللي حبيتوهم واستنستوا بيهم وبرشة جديد. نص نهار غيدرج محمد السياري يحكي لنا قصص الأنبياء. رمضان ما يزيد يحلى كان مع إيافام أحلى راديو. رمضان أحلى على إيافام أحلى راديو. شيخي ضعنا للدالة اسمعني وازهى للغاية